بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا مبروك مجددا للناجحين والناجحات في مباراة تضيف الأساتذة أطر الأكاديميات وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقين الاجتماعيين. إذا هذا الفيديو خاص بوثائق التسجيل بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين جميع الجهات، يعني الوثائق اللي كتصاوبهم باش تسجل في المركز الجهوي اللي غادي دير فيه التكوين إن شاء الله. إذا نبدأ أولا بجهة الدار البيضاء سطات، لاحظت في بيبليكاسيون على الفيسبوك إذا هذا الإعلان بخصوص فترة التسجيل، يعني حددت فترة التسجيل من 9 إلى 12 دجنبر. الوثائق اللازمة هي البطاقة الوطنية نسختين، نسختين من الإجازة مصدق عليها، ملف من الورق مقوى كل سلك بلون، 3 ديال الصور حديثة العهد مكتوب من وراءها الاسم والنسب والسلك والتخصص، 5 محضر الالتحاق بالمركز، كاين واحد المحضر كتوقعوه في 3 نسخ، 6 المصادقة على القانون الداخلي للمؤسسة يعني القانون الداخلي ديال المركز، 7 تعبئة بطاقة المعلومات بكل دقة، واحد البطاقة ديال المعلومات كيعطيها لك المركز كتعمرها بدقة، واجبة التسجيل كاين 50 درهم ديال المصاريف العامة و 15 درهم ديال التأمين. 9 كدير كونت في البريد ولا في شي بنكة وكدير لهم شيك ملغي ولا كدير لهم الريب. 10 بطاقة الغياب تحمل الصورة ومعطيات الطالب الأستاذ. إذا هادو هما الوثائق بالنسبة لجهة الدار البيضاء ستات. بالنسبة لجهة مراكش أسفي لم تعلن لحد الساعة عن المراكز ديال التكوين وكذلك الوثائق اللي غادي يجيبوها المترشحين الناجحين. إذا سأنشر الإعلان فور الحصول عليه في صفحتي على الفيسبوك تربويات الأستاذ محمد البخاري. ثالثا كاينة جهة فاس مكناس، بالنسبة لوثائق التسجيل تقريبا كتعاود في جميع الجهات. إذا هنايا بطاقة المعلومات، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ثالثا نسخة أصلية من عقد الازدياد، رابعا شهادة الإجازة زائد 3 نسخ من شهادة المعادلة في حالة عدم وجود شهادة الإجازة، خامسا محضر الالتحاق بالمركز، سادسا القانون الداخلي للمركز، سابعا القانون الخاص بالداخلية، ثامنا 5 ديال الصور فوتوغرافية كتب في الظهر ديالها الاسم والسلك والتخصص، 9 3 ديال الأظرفة متمبرة، 10 ملف من الورق مقوى كل سلك بلون، 11 واجبة تسجيل 50 درهم للمصاريف العامة و 15 درهم ديال التأمين. رابعا جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة طنجة تطوان الحسيمة ما كاينش بزاف ديال الوثائق. اولا كاين 2 ديال النسخ بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها، 2 ديال النسخ من شهادة الإجازة كذلك مصادق عليها، ثالثا شهادة الريب يعني نسخة أصلية ديال الريب أو لا شيك ملغي إذا كان عندك ديجا كونت، وعليه فعل المعنيات والمعنيين ربط الاتصال بالمركز أو المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين طنجة تطوان للالتحاق بمقرات التكوين معلن عنها من طرفه والاطلاع على الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتسجيل. بالنسبة لدرعة تافيلات كذلك لم تنشر الإعلان إلى حد الساعة، سأنشره فور الحصول عليه في صفحتي على الفيسبوك تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. سادسا جهة قلمي مودنون، إذن بالنسبة لجهة قلمي مودنون الوثائق هما نسختين بطاقة الوطنية، ثانيا نسخة من الإجازة، ثالثا ملف مقوى يعني كل سلك بلون، رابعا 4 ديال الصور فوتوغرافية تكتب من اللور ديالهم الاسم والنسب والسلك والتخصص، خامسا محضر الالتحاق، سادسا النظام الداخلي للمركز، 7 بطاقة المعلومات معبأة بكل دقة، 8 واجب التسجيل. بالنسبة لجهة الرباط سلا القنيطرة، رباط سلا القنيطرة كاين نسختان بطاقة الوطنية مصدق عليها، 4 ديال الصور فوتوغرافية حديثة العهد كتبوا الاسم والنسب مسلك والتخصص، ثالثا محضر الالتحاق، 4 القانون الداخلي للمركز، 5 بطاقة المعلومات معبأة بكل دقة، 6 واجبة تسجيل 50 درهم لتسجيل المصاريف العامة و 15 درهم ديال واجبات التأمين، 7 5 أظرفة متمبرة، 8 ملف من الورق مقوى كل سلك بلون، وهادشي اللي كاين. 8 جهة العيون السقية الحمراء، الملف ديال التدريب كيتكون من نسختين من البطاقة الوطنية للتعريف مشهود بمطابقتها للأصل يعني مصدق عليها، ثانيا نسختين من شهادة الإجازة كذلك مصدق عليها، شيك ملغي،
شهادة طبية تثبت السلامة الجسدية والعقلية للمعنية والمعنية بالأمر، يعني هنا كيزيدوا شهادة طبية. شهادة السجل العدلي أو نسخة من بطاقة السوابق العدلية، هذه بالنسبة لحسن السيرة. سجل العدلي، السجل العدلي كتجاب من المحكمة، ما كتدوش بزاف وكتخرج. كاين واحد التمبر ديال 20 درهم كنظن. وأخيرا صورتان شمسيتين حديثة العهد، كذلك تكتبوا في موراها الاسم والنسب والتخصص والسلك. تسعى الجهة الشرقية، إذا الجهة الشرقية صورتان فوتوغرافيتان حديثة العهد كذلك، 4 ديال النسخ مصدق عليها ديال شهادة الإجازة، 3 ديال النسخ مصدق عليها ديال بطاقة التعريف، ثالثا نسخة من عقد ازدياد، شيك ملغي، سجل العدلي، قلنا سجل العدلي تجيبوه من المحكمة، شهادة طبية مسلمة من طبيب القطاع العام، يعني شهادة طبية هنا ضروري، والتصريح بالشرف وفق النموذج رفقته، يعني كاين نموذج حسب جهة الشرق. 10 جهة بني ملال الخنيفرة، نسختان من شهادة الإجازة مصدق عليهم، نسختان بطاقة التعريف كذلك مصدق عليها، نسختان من التصريح بالشرف، نسختان من السجل العدلي حديثة العهد، نسختان من التعريف البنكي أو الريب أو لا شيك ملغي، سادسا شهادتان طبيتان تثبت القدرة البدنية. بالنسبة للجهة ديال سوس ماسة باقي نتاهما ما علنوش، فورا الحصول عليها غادي نشرها في الصفحة ديالي على الفيسبوك تربويات الأستاذ محمد البخاري. والجهة الأخيرة جهة الداخلة واد الذهب، طالبين نسختين من البطاقة الوطنية للتعريف وكذلك نسخة من الإجازة، ملف من الورق مقوى كل سلك بلون، رابعا محضر الالتحاق بالمركز، خامسا النظام الداخلي، سادسا بطاقة المعلومات، وسابعا 4 ديال الصور فوتوغرافية حديثة العهد. إذن هادشي اللي كان في هذا الفيديو، ما بقى لي إلا نودعكم ونتمنى لكم كل التوفيق في مسيرتكم الدراسية إن شاء الله بالمركز، وفي مسيرتكم المهنية إن شاء الله في الأقسام، والله يسر لكم الأمور. قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري تشكركم على الدعم والمساندة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.